غادي نهبط دابا نقلب ونتوكل على الله، بقاو معنا من الاول حتى الاخر نشوفوا الحصيله النهائيه اللي غنلقاو في شاطئ بوزنيقة. السلام عليكم اخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جينا نديروا شويه ديال لا ديفيكسيون، ما بغيتش ندير الغطس بزاف، ماشي ما بغيتش، ما قدرتش ندير الغطس، البحر ما فيه ما يتشاف، ما مخلوط، ما كيبان والو، هادشي علاش ما قديتش ندير لكم الغطس اخوت. راني باغي نغطس ولكن ما قدرتش، ضروري غادي نتسناو النهار اللي غيكون فيه المصافي باش نجيو نغطسوا. ودابا نمشيو نديروا لا ديتيكسيون قلبو، لان البحر كاين الموج بزاف وكاين تراس الرمله مهرسه وكيتبدل البياس قديم، يعني نقدروا نلقاو شي حاجه الله اعلم. بالنسبه لواحد التصويره كنت لحتها قلت لكم شحال يكون في عمري في ديك الساعه، درت مده ديال 12 ساعه، اللي جاوبوني جواب صحيح غادي يربحوا معنا كل واحد خاتم ولا سلسله على حساب داكشي اللي غيكون عندنا ان شاء الله. الا لقينا شي حاجه زوينه في هذا النهار هذا حتى هي غندخلوها في الجوائز اللي غيكونوا بالنسبه للناس اللي جاوبوا جواب صحيح ظرف 12 ساعة. اللي جاوبوا الجواب صحيح أكثر من 12 ساعة بعد ديما ندير ليهم، ولكن ماشي مشكل، حتى هما راه كيكونوا من المتابعين وكيبقاو من المتابعين الأوفياء ديالنا. علاش ما علمتش بهذه المسابقة الأولى اللي هي غتكون أول بداية ديال المسابقة اللي غتكون عندنا في القناة، ما علمتش بها باش نعرف الناس المتابعين ديال القناة اللي ديما تيكومونتي وكيخليو كومونتير زوين، الناس كلهم كيتجاوبوا مع القناة ومتفاعلين مع القناة. من بعد ديك الساعة غادي ندير جوائز للمشاهدين كاملين اللي غيكونوا خواتم ديال النقرة، نقدر نجيب لكم جهاز ديال الكشف المعادن، نقدر نجيب كاميرات ديال الماء، غادي يكونوا جوائز زوينين الخوت. في آخر الفيديو غادي نتعرفوا عليهم. دابا نمشيو نقلبوا ونشوفوا أشنو غادي نلقاو كشف المعادن كويس كي 30. يلا معايا واحد الإشارة هنايا. هذا كل قاوم بزاف هذا. السنسلة. درهم. هو سميتو يا خويا. هو خاتم ديال النقرة. باقي سخون مترتر بحال عاطيني انايا. اسكي نطول باش ينضرب هذا يصلح يجي يفيد شي مشاهد. كنجمع لكم الحصيله تتولي مهوره مزيان وندير لكم مسابقه اللي جات فيه شي حاجه ياخذها الخوت، وان شاء الله كاينه واحد الجائزه كبرى غادي نديرها في اخر المسابقه ديال الخواتم. ديال الخواتم، المهم شاركوا 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 شاركوا، كل واحد حرف راسه. لا 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 دابا هو دابا هما راه كيتفرجوا فينا. يعني يستحقوا الجائزه. تمام تمام، يشاركوا ولا ما يشاركوش، ولكن هما المتتبعين ديالنا. انت دابا غتختار من المشاركين، حتى الناس اللي ماشي من المتتبعين ديالنا وباغيين يديروا لنا الديزلايك حتى هما غيربحوا الا داروا كومونتير زوين. نكملوا شي جديده مصديه. عشرة دريال، عشرة دريال يا الرملة، عشرة دريال وخاتم ودرهم. Thank you.
نصف قلب. ها هو الخوت، نصف قلب ديال النقرة. تيبري بزاف، يقدر يكون ذهب ابيض هذا. يا سلام، واحد صويرة. واو، نص قلب. حلو، نقلب على السنسل ديالو نقدر نلقاه. لا كايناش سنسلة. ياس، هادي السنسلة. من بعد ربع ساعة ديال التقلاب لقيت واحد الهدف هنايا. الله تكون شي حاجة مزيانة. هاي الشيء مزيانة. حاول الراحة، طلع الزبل فوق لو تضرب شي واحد. كنسمع واحد الضربة هنايا، شي جديدة. غارقة هاي بيضة. اوه خاتم جديد. واه يا سلام، سمك. اجي تشوف خاتم ناضي ثقيل، غيكون ديال انوكس. انوكسي دابل. يا سلام، هذا هذا احسن من داك الخاتم ديالك. لا ولكن ها لا نافي ها نافي احسن من هذا. لا احسن من الذهب. وجهك صحيح. ها وجهك صحيح. وجهك صحيح. واش دابا هذا احسن من دابا؟ شوف اليوم طنطنت في اليوم ما كيصديش، ولكن اليوم اينوكس ومن الذهب كيصدي. تقدر اينوكس. وهذا مغربي، كنأكد لكم انه مغربي. يا للروعة. لا زوين هو في الديكور ديالو صراحة خارج. هو ثقيل لاحظتي هذا تكون لابسه في يدك ضرب به شي واحد يقدر يقيد بالا. كيش خرشيش. شو اللون ديال الاخرى وشو اللون ديالو هو؟ كيبري كيبري زرق زرق. نعطي اسامة واحد 7 شهور يبقى في الحال يبقى بحالك. 7 شهور اينوكس صحيح. اينوكس نقية. هو تقيل شوية وازن. نكملو دابا عندي خاتم ديال النقرة وشي صريف وهاد الخاتم هذا ديال اينوكس. الضربة هنا بشكال زالوق. هاهو هاهو بيب.
سالو 10 واش كيدير اخويا هنا؟ كانوا كيصيبوا البحر واقيلا شي واحد بغى في البولونه ديال البحر حق قال لي الماء كيبان لي مزير اليوم الماء جاي الماء جاي كعمر ضربه هنا 30 مارس حجالو ضربه حجالو هو الله 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 خاتم وسامع عاش داك الشيء صفر 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 يا سلام هو دابا انا شي دا نحاس يعطي النحس ارا نوريك ارا ما عجبكش فينا اخا بالله نوريو للمشاهدين هذا راه خاتم ولكن كنت كنصحابو ذهب زرفني هذا ديال النحس ديال النحاس ولكن حتى هو مزيان ديرو انا ما فيه لا طابع لا والو يقدر يكون ذهب ما تعرف خذها ها خليو حتى للدار وشوفوه ركب انا ركب يا ربي يا ربي يكون ذهب ركب ركب اخويا ركب انا كيبان لي بحال بحال الذهب شويه صفر زوين ما عرفت اخويا الا طيحتي نحسبو عليك ذهب صح وباش غتعبرو غنحسبو عليك ذهب غنقدرو نديرو 3 غرام طلعت هاي 10 دراهم هاي قديمة أسامة أسامة 10 دراهم دراهم يا سلام اباغي افهم الدار تخدم بها تخدم زعما ويلي حصيله مهوره اليوم في شاطئ بوزنيقه الحمد لله هو واو تور فيه تور هو ديكور زوين عاد تفكرني في ديك العنكبوت اللي كتخشى وكتخلي واحد الفخ عرفتيها عرفت الله يتفكرني في هذا العنكبوت ها نخليها لكم خطايا ولكن مع الاسف مجولق جلو غندير لكم تلعب شمس العشيه هيا نكملوا النهار ديال الخواتم هذا ولكن كاين جالو قيس الخواتم اللي مزيانين واحد ديال النحاس والله ما عرفتش الذهب يقدر يكون الذهب ولكن بان لي النحاس واش الذهب كله كيكون فيه الطابع انا قلت النحاس الذهب كله تيكون فيه الطابع ضروري الطابع لا كاين الذهب اللي ما فيهش الطابع ما عرفتش كاين يقدر الخوت يكون الذهب اللي ما فيهش الطابع سرداس مسكينه والله واو هو انه الذهب هو هذا ديال النحاس جالوقي هاد البلاصة ها هي خضرا طرف ديال الحديد
طرف تاعك ماشي مسامق حيت كاميرا كاميرا كاع كاميرا وري له الكاميرا والله حتى لقيت كاميرا قسما بالله هاي نشوف كاميرا الله يقطع كاميرتك لا لا الكاميرا ها انتم اخو تاعي كاميرا ولا ماشي كاميرا جو برو كاع والله حتى كاميرا بالله كانت معلقه في شي سلسله يا الخو ديال النحاس كاميرا ديال النحاس اليوم هذا ديال النحاس ولكن الخاتم غادي يكون ذهب ديال الخاتم النمر واحد الا كان ذهب غير يكون ربحت احنا نشوف المهم انا دابا رابح والله ضربت خويت مات ولكن الخاتم ديال الذهب كيجمع كل شيء انا غنشوف والله نشوف نشوف دابا غنمشيو نشوفو الحصيله النهائيه اشنو ضربنا وكاينين شي حوايج اللي غيكونوا من الجوائز ديال الناس اللي ربحوا معنا بقاو معنا او اسام تو ضرب شي حاجه المهم بقاو معنا باش نشوفو الحصيله النهائيه ونشوفو الناس اللي ربحوا في هاد المسابقه الصغيره اللي كانت على غفله وتا واحد ما كانش في خباره درتها باش نجرب المشتركين اللي كيتفاعلوا مع القناه وصراحه لقيت الناس كيتفاعلوا مع القناه ودرت 12 ساعه اللي جاوب مزيان غادي يربح معنا واخا داكشي بسيط على قد الحال ولكن ماشي مشكل مازال جايه الايام وغتكون شي حاجه زوينه ان شاء الله هذه غير البدايه ونتمنى تعجبكم ان شاء الله اخوت محلو واه لقد عييته من 7 ديال الصباح حتى شحال الساعه دابا 3 من 7 الصباح حتى 3 وحنا خدامين كنحاولوا ديما هاد الخدمه كامله نلخصوها ونجمعوها في فيديو واحد اللي تكون فيه 10 حتى 20 دقيقه هذه الحصيله ديالنا ديال اليوم الحصيله اللي جاب الله اول حاجه هي السنيسله الرائعه يا سلام ديال النقرة هادي ما عرفتش دوزت انا ما دوزتهاش في فيديو المهم ما عليناش اللي داز في فيديو داز واللي ما دازش راه ما دازش حيت ماشي ديما تنشعل الكاميرا الاخوان وبزاف الزبل نقيت بزاف ديال الزبل حيت من البحر بحال هادشي كثير بزاف عندك الجالوق خويت ما دير الجالوق وما هادو كاين هاد نصف قلب هذا خطير وكاين سيدي هاد الخاتم هذا ديال النقرة 925 وكاين هذا ديال اينوكس هذاك نقي واجد هذا خاتم ديال اينوكس وكاين هذا انا قلت ذهب اسامه وانت انا قلت نحاس نحاس حتى انا دخل لي الشك حيت كيبري بزاف هو راه كيبان هو راه عاطي الشكل ديال الذهب ولكن ما عرفت راه يقدر يصدمك القادم ما تعرف ما مطبوعش وكاين هذا كيشبه لهاد العنكبوت هادي خطير تاهو ولكن تاهو غير جاروق كاين هذا ديال الفضة ديال النقرة 925 صافي وكاين شوية ديال الصرف كما كتشوفو معانا 29 درهم 29 اخويا تمات اليوم القضية مزوهرة مزيان كاين ما يدار الله يجعل شي بركه كاين خويت مات واعرين كما كتشوفوا معنا هذوك ثلاثه ديال الناس اللي ربحوا معنا ديك الاجابه الصحيحه اللي قلت لكم شحال في العمر ديالي في ديك التصويره وجاوبتوني جواب صحيح في ظرف 12 ساعه حبست المسابقه واللي جاوب صحيح كنشكرو بزاف واللي ما جاوبش صحيح حتى هو كنشكرو بزاف كيبقى متفاعل مع القناه وكيبقى من المتتبعين الاوفياء الخوت وحتى اللي غير كيتفرج وما كيكومونطيش حيت كاين الناس عندهم غير التلفازه ما كيكومونطيو ما والو حتى هما من حقهم الجوائز ان شاء الله ندخلوا دابا نشوفوا اول متسابقين اللي جاوبونا في 12 ساعه كاع الناس اللي جاوبونا في 12 ساعه جواب صحيح غادي يربحوا معنا واللي ما جاوبوش جواب صحيح مره اخرى غادي تكون مسابقه ونتمنوا كل شيء ان شاء الله يربح وخا 200,000 ديال الناس كثيره ولكن غنحاولوا خوت نديروا الماكسيموم ديال الجوائز القناه وكلشي ان شاء الله يقدر يستافد واخا غير ينشط معنا حتى هو ان شاء الله غادي نشوفوا دابا
متسابقين اللي ربحوا معنا واللي جاوب قبل يعني مع لحظة البوست جاوبني ديك الساعة غيكون هو المتسابق الأول اللي ربح. هاد المسابقة درتها بدون علم حتى واحد، يعني حتى واحد ما عارف راني درت مسابقة، لحت صويرة وبغيت نعرف المتتبعين الأوفياء ديال القناة. عاد ديك الساعة غنبقى نعلم على المسابقات اللي غيكونوا ديال كلشي ان شاء الله، المشتركين والغير مشتركين، وكاين الناس اللي كيتفرجوا غير في التلفازة ما يقدروش يكومونطيو تما من المتتبعين الأوفياء ديال القناة كيف تفرجوا مع وليداتهم. والمرة الجاية غادي ندير جوائز مزيان ان شاء الله. المهم دابا نشوفوا شكون المتسابق الأول اللي ربح معنا. واحد قال لي الاول قال لي شي 50 ولا 500 صباح الخير، واقيلا بغيتي تحط البوست مع 3 ديال النهار، حطيتيه مع 3 ديال الليل وغاشي خد عادي. هذا والله يا ذكي. شكون هو؟ محمد كرامي. محمد كرامي كم انت ذكي. العمر ديالي في التصويره هو 23 سنه. نشوفوا الناس اللي قالوا 23 سنه واللي جاوبنا في اقل وقت مع لحظه البوست غادي يكون هو الفائز الاول. شوف اللي كيكتب الارقام كاملين واللي كيكتب جوج ارقام ما دايش يكتب لينا رقم واحد يجي فيه النيشان ولا بلاش. 27 عام ومزوج وكنعشق الغوص انا. تبارك الله عليك. 22 سنه طاطات العشرينيات طاطات هذا كاتب كل شيء. واقيلا 31 فلور. لا ماشي 31. الاول اللي بان لي هنايا جاوبنا قبل بساعتين، غنشوفوا واش كاين شي واحد اخر جاوب قبل منه ولا لا، حيت كاين اللي لتحت هو جاوبنا بتسعة سوايع ومكلاسي من الاولين هذوك اللي جاوبوا غير بجوج سوايع. يعني حنا غنشوفوا اللي جاوبنا قبل بساعات كبيره، يعني مع لحظه البوست مع كومونتا، يعني كاين تفاعل ديك الساعه. تبارك الله عليكم. واللي ما حاضرش حتى هو راه غادي نديروا مسابقه اخرى ان شاء الله. قلنا كود سلايدر قيد اخويا صافي هي هذه كود سلايدر. كود سلايدر جوج سوايع باش جاوبنا جوج سوايع نكملوا المسابقه ديالنا. نشوفوا الفائز الثاني. يوسف زكاري هذا جاوبنا ب 12 ساعة، يعني يوسف الزكاري غيتكلاصا هو الأول. عاد سلايدر كود سلايدر شوفوا سلايدر واش غيبقى يوسف الزكاري 12 ساعة. دابا سلايدر في المرتبة الثانية. حدي حد 12 ساعة حبست المسابقة، قلت إلا جاوب أكثر من 10 20 اللي جا غادي يربح ماشي مشكل، ولكن في ظرف 12 ساعة. ها هو واحد كيضحك حليم الوافي 23 اييه صحيحه 7 سوايع، يعني حليم هو الثاني وسلايدر هو في المرتبه الثالثه والاول يوسف زكار. ولكن نكملوا بعدا نشوفوا واش كاين شي واحد من وراهم. ها هو 23 4 سوايع يعني ولا سلايدر في المرتبه الرابعه. صافي ربعه اللي كاينين. مهدي يديني يديني حتى هو غيربح 12 ساعه ربحوا فيها 4 دابا 4 هدي حط 12 ساعة وحبست المسابقة. واللي جاوبوا جواب صحيح من بعدهم كنشكروهم بزاف لأنهم فاتوا 12 ساعة اللي كانت مطلوبة. وغادي نبقى ندير كل مرة نلوح شي بوست ولا نقدر ندير سؤال وسط الفيديو يكون على غفلة، ولكن ما غنذكرش لكم واش مسابقة ولا ماشي مسابقة. وفي فيديوهات أخرين غادي نذكر بأن هذيك المسابقة غتكون في النهار الفلان الفلاني على حساب كل مرة وكيفاش غادي نلعبوها ياك أسامة. مزيانة باش تكون على القرص. سير على الله يا سيدي. صافي هنا شكون هو الاول والثاني؟ الاول هو يوسف زكار، الثاني حليم وفي، الثالث المهدي يديني، والرابع هو كود سلايدر. ها المتسابق الاول غيربح معنا سلسله. هاي السلسله درت فيها القلب هي هذه. شكون هو؟ يوسف زكاري. زكاري يوسف زكاري ربحتي معنا سلسله فيها نصف قلب. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. وكنشكر كاع المتتبعين الأوفياء ديال القناة. يصيفط لنا الانستغرام ديالو ولا رقم الهاتف، انستغرام ديالو ولا رقم الهاتف، غادي نعطيو الأمانة ديالو هي هذه. غتوصلك حتى المدينة ديالك فين ما كنتي في المغرب، وغيجي عندك الليفرو وغادي يعطيها لك فين ما كنتي في المغرب. والفائز الثاني الخوت هو حليم الوافي، غيربح معنا هذا الخاتم الرائع ديال إينوكس، ماشي نقرة ولكن إينوكس كيبان ليا جودة ديالو طالعة بزاف لأنه بقى في البحر وما توشى ما والو. الفائز الثالث غيربح معنا خاتم ديال الفضه هو هذا، سميتو مهدي يديني. مهدي يديني جاوب تقريبا ب 4 سوايع قبل. مزيان. اخر واحد جاوب هو كود سلايدر، جاوبنا بجوج سوايع قبل. هذه ديال المهدي يديني. هذا واخا يبان لك فيه الخز من هنايا
كيرجع جديد، غادي نرجعو جديد وغادي نصيفطو لك ان شاء الله حتى البلاصه فين كاينين نتوما. وملي وصلوكم تقدروا ديروا لي الخوت شي فيديو بان راه توصلتوا بالامانه ديالكم. واخر واحد غيربح معنا خاتم ديال النحاس على شكل سبع، كود سلايدر غيربح معنا خاتم ديال النحاس على شكل سبع. بالصحه والراحه. بالصحه والراحه خويا كود سلايدر، هذا نحاس ولكن هذا فضه، فضه كيكون زيد شويه في الثمن على النحاس. بعدا قلبناه لقيناه ماشي ذهب الخوت ولكن نحاس، ولا كان ذهب هو زهر ما تعرف شحتك وراحتك. المهم ربعه ديال المتسابقين اللي ربحوا معنا في مده ديال 12 ساعه، تحياتي لكم الخوت، ونشوفكم في فيديو اخر احسن من هذا. الحريق اللي حرقني اسامه راه يلوح الفيديو دابا، شوفوه غتلقاه، غتساليو هذا الفيديو هذا غتهبطوا لتحت غتلقاو الرابط ديال اسامه فاش شعل فيا العافيه، كان بغى يقتلني فاش كان ولكن هاد القضيه هادي ما نبغيش اطفال يديروا بحالها، راه خطر بزاف، ما يلعبوش هاد اللعب، هاد اللعب الباسل ما يلعبوش. كنا كنا رادين البال ضروري، كنا رادين البال يعني داير الاحتياط ديالي، واخا هكاك كانت واحد البال. لا واخا هكاك كانت واحد المسافه بعيده عليه، يعني باش راهي في الكاميرا كتبان قريب ولكن راه بعيده عليه. تاش من بعيد راه حسيت بالزغب تشنشط ليا من بعيد، سير الله يهديك. حتى لهنا كونوا سالين الفيديو ديالنا، نشوفكم فيديو اخر احسن من هذا ان شاء الله، ومبروك للفائزين، وان شاء الله غيكونوا مسابقات اخرين نقدر نعلم بهم نقدر ما نعلمش بهم الله اعلم، ولكن عما قريب غيكونوا مسابقات اخرين ان شاء الله. تشاو.